ما هو تأثير الأنتاجونيست على البوتنسي والبيولوجيكال ريسبونس للأسيتايل كولين؟ يوجد نوعين من الأنتاجونيستس: Competitive Antagonist X و Non-Competitive Antagonist X double prime. يا ترى ما هو تأثير الكومبيتيتيف أنتاجونيست X على البيولوجيكال ريسبونس للنيورو ترانسميتر أسيتايل كولين، وأيضا ما هو تأثيره على البوتنسي للأسيتايل كولين؟ When the neurotransmitter acetylcholine is added in increasing amounts to the tissue preparation, بوجود in the presence بوجود الcompetitive antagonist X، ماذا يحدث؟ سوف تتأخر البيولوجيكال إفكت للأسيتايل كولين. ليش؟ لأنه بيحصل لها بلوكينج. إذن the biological effect of acetylcholine is blocked. طب حضلها هيك بلوكد على طول؟ يعني راح أضيف أنا acetylcholine أضلني أضيف مش هلاقي ريسبونس؟ لا، بسبب هذا البلوكينج الريسبونس راح تتأخر. لأمتى راح تضلها تتأخر؟ until a higher concentration of acetylcholine is added. يعني بالبداية بضيف acetylcholine وفي موجود بالمحلول أو موجود بالويل مع tissue preparation موجود competitive antagonist، بضيف acetylcholine ما بلاقي استجابة، ما بلاقي response، بضيف كمان ما بلاقي response، بضيف كمان ما بلاقي response. ليش؟ لأن الresponse is blocked by competitive antagonist. بضيف إلى أن أضيف كميات أكثر من المعتاد من الأسيتايلكولين، في هذه الحالة ببدأ ألاقي وببدأ أشوف response وبيرتفع الكيرف نحو الموجب، الresponse الموجب أو المسل contraction. هنا the degree of antagonism يعني درجة الانتاجونيزم تعتمد على إيش؟ تعتمد على both is dependent on the concentrations of agonist اللي هو الأسيتايلكولين والانتاجونيست. يعني درجة الانتاجونيزم أو البلوكينج أو مقدار البلوكينج يعتمد على إيش؟ يعتمد على التركيزين، تركيز الأسيتايلكولين اللي أنا بضيفه وتركيز الأنتاجونيست اللي أنا حاطه قبل هيك. لأني أنا أول إشي بحط الأنتاجونيست بيشتغل شغله بالبلوكينج، بعدين ببدأ أضيف بالتجربة الأسيتايلكولين بتركيز متزايدة. كيف يعني دكتورة؟ يعني ما هو مقدار يعني التناسب؟ هل هو تناسب عكسي أم طردي؟ degree of antagonism تتناسب تناسبا عكسيا مع تركيز الأسيتايلكولين وطرديا مع تركيز الأنتاجونيست. كلما زاد تركيز الأسيتايلكولين اللي بضيفه كلما قل مقدار الأنتاجونيزم أو البلوكينج، وكلما زاد تركيز الأنتاجونيست كلما زاد معه مقدار البلوكينج أو degree of antagonism. لاحظوا يا جماعة هو إيش السبب؟ ليش هذا الشيء بيحصل؟ لأنه الأسيتايلكولين والأنتاجونيست الاثنين بتنافسوا على الأكتيف سايت، اتنيناتهم بيروحوا بقعدوا بنفس الكرسي. طب هذا الشيء دكتورة اللي أدى لا تزايد بتركيز الأسيتايلكولين، هذا الشيء إيش غير؟ هل بغير الريسبونس؟ هو بيأخرها، بيعمل لها بلوكينج، لكن هل بغيرها؟ هل بغير الريسبونس؟ يعني بغير نوعها، بغيرها من فل أجونيزم لبارشال أجونيزم، بغيرها من فل أجونيزم لا إنفرس فل أجونيزم، بغيرها لإيش؟ هلا بنشوف. وشو بغير كمان؟ هل بغير الأفينيتي البايندينج أفينيتي اللي هي البوتنسي؟ الهيئة إنه اللي بيتغير هو كي دي
اللي هي الـ IC50 الـ potency أو الـ affinity of acetylcholine. خلينا هلأ نشوف برضو الـ competitive antagonist وما هو تأثيره على الـ biological response للأسيتايلكولين والدوز ريسبونس كيرف للأسيتايلكولين. طبعا هذه ويل زي ما انتم بتعرفوا موجود في الويل هنا تيشيو بريباريشن، شو الريسبونس اللي بقيسها مسل كونتراكشن، الليد اللي انا بقيسه هلا او الدراسه اللي انا بعملها اللي هي ما هي تاثير الكومبيتيتيف انتاجونست اكس على الريسبونس والبوتنسي او الافينيتي للأسيتايلكولين لما بضيفه. قبل ما أضيف الأسيتايلكولين بضيف تركيز ثابت للأنتاجونيست X، بعدين ببدأ أضيف بتركيز متزايدة من الأسيتايلكولين، بضلني أضيف 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 زي ما حكينا، بضيف تركيز وبقيس الريسبونس، بضيف تركيز أعلى بقيس الريسبونس، بضيف تركيز أعلى بقيس الريسبونس، وهكذا إلى أن يتكون عندي دوز ريسبونس كيرف. انظر ماذا يحدث، هذه طبعا X طبعا، وما الذي يحدث للأفينيتي والريسبونس للأسيتايلكولين لما بضيف تركيز متزايد أيضا، يعني بتجارب مختلفة. Experiment 1 تركيز 1X، Experiment 2 تركيز مضاعف من 2X، Experiment 3 تركيز مضاعف ثلاث مرات من يعني من X. إيش هذا تأثيره على الـ IC50 البوتنسي وما هو تأثيره على الريسبونس؟ هنا نشوف هو شو اللي بيحصل بالضبط. The figure shows four curves of four experiments with four different concentrations of X. صحيح، هلأ كل كيرف من هدول، الكيرف الأول كان لما X بيساوي صفر، الكيرف الثاني اكسبيرمنت اخرى لما اكس بيساوي كميه معينه او الكونسنتريشن الاول لاكس، الكيرف الثالث هي نفس التجربه لكن تركيز مضاعف مرتين، الكيرف الرابع اللي هي نفس التجربه لكن اضفت انا ثلاث اضعاف الاكس او ثلاث امثال تركيز الاكس الاول. ماذا ترى يسبب الكومبيتيتيف انتاجونست؟ يسبب بلوكينج وتأخر بالريسبونس، لكن هذا التأخر مش أبدي، بيروح هذا التأخر هذا التأخر بيستمر إلى أن أضيف كميات عالية من الأسيتايلكولين حتى ألاقي الريسبونس وتبدأ الريسبونس. فكلما زادت تركيز الإكس كومبيتيتيف أنتاغونيست، the potency of acetylcholine decreases، IC50 increases، لكن هل تتأثر البيولوجيكال ريسبونس؟ لا، لا تتأثر، تبقى البيولوجيكال ريسبونس هي فل أجونيزم ويبقى تأثير الأسيتايلكولين على التيشو بريباريشن أو على المسل كونتراكشن يبقى تأثيره as فل أجونيست. هون في رسمة بسيطة تعودت إني أنا أرسمها على اللوح للطلاب لنفرض، شو دكتورة شو اللي بيحصل دكتورة؟ ها لنفرض إنه هذا ريسبتر R، هذا ريسبتر الخاص بالأسيتايلكولين، لنفرض أن المساحة هاي لنفرض أن هذه هي البايندينج سايت او الاكتيف سايت اللي بتنافسوا عليه اكس واسيتايل كولين. اول إشي انا بضيف اكس، هذا اول إشي، لنفرض ان انا اضفت هنا واحد اكس، ماشي، اول إشي بضيف اكس، نحط اكس يا جماعه بلون مختلف، بيجي اكس وبقعد هون وبتربع على الكرسي، بعدين ببدا اضيف أسيتايل كولين، ببدأ أضيف أسيتايل كولين، بيجي هنا أسيتايل كولين بيشوف ريسبتره، هاي أسيتايل كولين، بيجي أسيتايل كولين بيلاقي إكس قاعد على كرسيه،
طبعا بلاقي ريسبتره بتعرف عليه وهذا وكذا، بيجي الأسيتايل كولين بتعرف عليه، لكن بلاقي الكرسي محجوز. الأسيتايل كولين بيشوف إكس قاعد، فبصير الأسيتايل كولين يحاول يقوم إكس. بيقول الأسيتايل كولين لإكس: شو يا إكس، بشوفك قاعد على الكرسي. بيقول له: آه نعم أنا قاعد على الكرسي، عندك مانع يا أسيتايل كولين؟ بيقول له: نعم طبعا عندي مانع، لأنه هذا كرسيي ومفصل على مقاسي. طيب بيرد عليه إكس بيقول له: ليش هذا الكرسي اتطوب باسمك؟ قال له: طبعا طبعا اتطوب باسمي لأنه هذا كرسيي. قال: طيب طيب يعني طيب طالما هذا كرسيكم اتطوب باسمك، ليش الريسبتر وافق انه يعمل معي بايندينج؟ ليش؟ برد على الاسيتايل كولين بيقولوا: لانه الريسبتر غبي، شافك بتشبهني ففكرك انا، فارتبط فيك ووقع بشر اعماله وحصل له بلوكينج. لو سمحت تقوم. طب انا مش قايم، لو سمحت تقوم. هذا هو، شايفين؟ هذا هو تفسير انه الاسيتايل كولين ما أعطى ريسبونس. لاحظوا، هي أضافت أنا كمية من الأسيتايل كولين، لقينا ريسبونس؟ لا، ما لقينا ريسبونس. إيش السبب؟ إنه إكس عامل بلوك للبايندينج سايت للأسيتايل كولين، بيحاول الأسيتايل كولين إنه يقوم إكس من 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 البايندينج سايت، لكن ما بده. بضلني أضيف أسيتايل كولين، أضيف، أو أنا بضيف أسيتايل، ما فيش ريسبونس. بالأخير الأسيتايل كولين بيستنى إضافة أسيتايل كولين أخرى، يعني كأنه اللي بده يعمل طوشة بده يستقوى. طبعاً الكترة هي اللي بتغلب. بيقوم الأسيتايل كولين بيتصل بصحابه: يا جماعة يعني فزعة ما بعرف إيش. بيجي الأسيتايل كولينات التانيين، ما أنا عمالي بضيف تركيز متزايد إلى أن أضيف تركيز عالي أعلى من التركيز الأولاني. هذا أسيتايل كولين، أسيتايل كولين، هاي كلياتهم بيجوا هنا بيحاولوا يقوموا الإكسات اللي حاجز البايندينج سايتس في الريسبتورات، بيحاولوا يقوموا. طبعا إكس أول ما يشوف الكترة هذه، أول ما يشوف هاي الكترة بخاف وبغادر، ماشي. وبيجي الأسيتايل كولين وبقعد محل كرسي. إذن هذه هي المنافسة اللي بين الأسيتايل كولين والإكس. ممكن يكون في تفسير يعني تاني، بس ما فيش تفسير غير هيك. إذن الأسيتايل كولين هنا بقدر الكمية الكبيرة المضافة للأسيتايل كولين، هاي الكمية بضلني أضيف كميات، أضيف ما فيش ريسبونس، أضيف إلى أن أضيف كمية عالية معينة من الأسيتايل كولين. عندها بشوف الريسبونس، تأخر، لأنه تأخر الريسبونس، ماشي. وبالتالي الأسيتايل كولين أوكي بشيل إكس، بقدر يقنعه إكس إنه يترك البلوكينج، والأسيتايل كولين بقعد على كرسي. إيش اللي أجبر إكس إنه يغادر البايندينج سايت؟ الكترة والتركيز العالي والموليكيولز اللي عددها أكبر من ذي قبل، هي اللي أجبرت إكس إنه يطلع من البايندينج سايت ويقعد الأسيتايل كولين محله. إذن كومبيتيتيف أنتاغونيست إكس، ما هو تأثيره على الريسبونس؟ لا يوجد تأثير على الفول أجونيزم ريسبونس للأسيت اللي بيسببها الأسيتايل كولين، لا ما في هذا التأثير. لكن تأثير بسيط، إيش هو؟ تتأخر الريسبونس، بس الريسبونس is firstly blocked، يعني بالبداية الريسبونس بيحصلها blocking، لكن حيضل حينعمل لها بلوكينج للأبد؟ لا، هذا البلوكينج بيروح مع إضافة أسيتايل كولين زيادة. كل ما أضفت أسيتايل كولين كل ما قل تأثير الأنتاغونيزم والبلوكينج، ماشي؟ هاي هي. طيب ما تأثير إكس على البايندينج أفينيتي وعلى البوتنسي وعلى الاي سي 50؟ بتزيد الاي سي 50 بشفه الكيرف لليمين زي ما انتم شايفين، مؤديا الى ان البوتنسي والبايندينج افينيتي للاسيتايل كولين بتقل. نيجي هلا هنا للنوع الثاني
من الانتاجونست نون كومبيتيتيف انتاجونست اكس دبل برايم. هيك والله ليش دكتوره اكس دبل برايم؟ لانه اكس دبل برايم هيك مسميه الكتاب، انا بمشي على هوا تسميه الكتاب، والجرافس انا اخذتها من الكتاب وكاتب اكس دبل برايم. اوكي، اذا نون كومبيتيتيف انتاجونست، نون كومبيتيتيف انتاجونست ما بينافس الاسيتايل كولين على نفس المكان. لكن دكتور كيف بعمل انتاجونيزم؟ بعمل انتاجونيزم بارتباطه ببايندينج سايت اخرى موجوده في الريسبتر نفسه، الامر الذي يعيق ارتباط الاسيتايل كولين. كيف يا دكتوره؟ when the acetyl choline neurotransmitter is added in increasing amounts to the tissue preparation in the presence of non-competitive antagonist X double prime. إيش اللي بحصل دكتورة؟ The degree of antagonism، قوة البلوكينج، ما بتعتمد على تركيز الأسيتايل كولين. لاحظوا يا جماعة بالسلايد السابق، أو في حالة الكومبيتيتيف أنتاجونيست، في حالة الكومبيتيتيف أنتاجونيست لا، كان الديجري أوف أنتاجونيزم بيعتمد على مين؟ على الكونسنتريشن أوف أسيتايل كولين. هلأ في هذه الحالة، في حالة نون كومبيتيتيف أنتاجونيست، ذا ديجري أوف أنتاجونيزم لا تعتمد على تركيز الأسيتايل كولين المضاف. معنى إيه الكلام ده؟ معناته انه مهما اضيف اسيتايل كولين، مهما اضيف اسيتايل كولين، لن تتاثر الانتاجونيزم ولن يتاثر البلوكينج اللي بيعمله اكس دبل برايم. ليش؟ لانه اكس دبل برايم بيقول لاسيتايل كولين يا عمي انا ما بطب بساحتك، انا مش قاعد على كرسيك، ما تتفضل تقعد على كرسيك، تقرفنيش. طب والله ما انا قايل. عرفت علي كيف؟ ما فيش منافسة أصلاً على الأكتف سايت. إيش بيحصل دكتورة للكي دي؟ كي دي يعني IC50 أو ED50 doesn't change with increasing acetylcholine and X. إذن واضح من هذا الكلام أن البوتنسي لن تتغير. طب دكتورة ما رح يتغير حتى الريسبونس؟ لا، الريسبونس رح تتغير هاي المرة. شو اللي بيحصل هون؟ بقول لك the binding sites may be involved, active site and allosteric binding site. شو يعني؟ يعني الأسيتايل كولين بيرتبط بالأكتف سايت أو البايندينج سايت الخاص فيه، بيروح بقعد على كرسي، لكن ثمت بايندينج سايت آخر موجود على الريسبتر، ثمت بوكيت أخرى موجودة على الريسبتر اسمها allosteric binding site. هاي الالوستيريك binding site هي اللي بقعد فيها وبرتبط معاها X double prime النون كومبيتيتيف X double prime أو antagonist X double prime will bind to its allosteric binding site. لاحظ إنه النون كومبيتيتيف antagonist مش طابب بساحة الأسيتايل كولين، بيقول له يا سيدي لكم دينكم ولي دين، انا قاعد جوا الالوستيريك بايندينج سايت الخاص فيني، ما تروح يا اخي تقعد على كرسيك يا اسيتايل، انت ليش زعلان؟ انا مش طالب بساحتك. لكن هذا الشيء هل حيأثر على الريسبونس؟ طبعا حيأثر على الريسبونس. ليش؟ لانه لما يرتبط الانتاجونيست اكس دبل برايم نون كومبيتيتيف مع الالوستيريك بايندينج سايت، الكونفورميشن ال 3D كونفورميشن للريسبتر بتغير، ولما يتغير الاسيتايل كولين ما بيرتبط فيه لانه ما بتعرفش على ريسبتره كما سنرى في هذا السلايد. ايش اللي بيحصل دكتوره؟ طبعا مين الاكتيف عندي هنا؟ مين الليد اللي هو النيورو ترانسميتر أسيتايل كولين. هذه تجربة بدرس تأثير X double prime non-competitive antagonist. طبعا بنجيب هالويل
هل ويل بنحط فيها الريسبتر والتيشو بريباريشن فيها ريسبتورات الاسيتايل كولين على سبت اننا ندرس المسل كونتراكشن وتاثير الاسيتايل كولين على وتسببه بالمسل كونتراكشن اول ما بيرتبط بالريسبتر. شو اللي بيحصل دكتوره؟ اللي بيحصل ان انا قبل ما اضيف الاسيتايل كولين بحط تركيز معين، خلينا نقول 1 اكس، هيو بضيف 1 اكس دبل برايم، بضيف هذا التركيز وبيكون ثابت ما بغيره في الاكسبيرمنت الوحده، ما بغيره بضل ثابت هنا في الاكسبيرمنت الاولى، بضلني اضيف اسيتايل كولين اضيف اسيتايل كولين اضيف اسيتايل كولين. ماذا يحدث؟ اللي بيحصل يا جماعه ان البايندينج افينيتي للاسيتايل كولين ما بتتاثر، اللي بتاثر فعلا الريسبونس. خليني ارسم لكم ايش اللي بيحصل. اللي بيحصل هنا طبعا هذا هو الريسبتر، لاحظ ان هذا الريسبتر في تو بايندينج سايتس، الاكتيف سايت اللي بيقعد فيه الاسيتايل كولين وهذا البايندينج سايت، هذا البوكيت بعيد، هذا اسمه الوستيريك بايندينج سايت. لما بضيف اكس دبل برايم، لما خلينا نحط اكس دبل برايم بلون اخر، لما بضيف اكس دبل برايم بيجي اكس دبل برايم بيقعد في كرسي، بيرتبط مع الالوستيريك بايندينج سايت، بيجي الاسيتايل كولين. هلا بضيف الاسيتايل كولين، لاحظوا يا جماعه انه الاكتيف سايت او البايندينج سايت اللي خاص بالاسيتايل كولين از افيلبل، ما هواش بلوكد، ما حدا بينافسه عليه، هذا الاسيتايل كولين. وطبعا هذا هو الريسبتور ار. شو اللي بيحصل؟ طبعا اكس دبل برايم قاعد مبسوط ومرتبط مع الالوستيريك بايندينج سايت، ما شاء الله عليه، بيجي الاسيتايل كولين. شوفوا شو اللي بيحصل، بيصير الاسيتايل كولين يدور على الريسبتر وهو واقف قدامه بنعمي عنه، بيصير اول ما ينزل يوهو ريسبتر انا اسيتايل وير ار يو، الريسبتر بنادي الاسيتايل كولين، بنادي بيقول له يقطع شرك يا اسيتايل، اسيتايل كولين هيني انا هون، شو مش شايفني عامل حالك مش شايفني، ليش احنا بنلعب استغمايه ولا غميضه، هيني انا قدامك يا اسيتايل، تعال الملعب فاضي، تعال ارتبط معي اسيتايل. بتطلع الاسيتايل على اللي بنادي، بتطلع على الريسبتر بيقول له عفوا مين حضرتك، بيقول له يقطع شرك يا اسيتايل، بقول لك انا ريسبتر مش عارفني، قال له لا والله مش عارفك انت شكلك الكونفورميشن تبعك غريب علي، انت فيك اشي متغير، لا انت مش ريسبتري، والله العظيم انا ريسبترك، لا انت مش ريسبتري. تخيل انه الاسيتايل كولين ما بتعرف على ريسبتره رغم انه البايندينج سايت از افيلبل، ما بتعرف عليه، ليش؟ لانه نتيجه ارتباط الريسبتر مع اكس دبل برايم غير الكونفورميشن للريسبتر، الكون 3D كونفورميشن للريسبتر غيره، وبالتالي الاسيتايل كولين، احنا شو قلنا؟ احنا مش قلنا انه في حاجه اسمها انديوست فيت، انديوست فيت ماشي. هلا اول ما ارتبط اكس دبل برايم مع الريسبتر حصل حاجه اسمها انديوست فيت. شو يعني؟ الريسبتر بيغير من ال 3 دي كونفورميشن، انه بحس يحضن المولكيول اللي ارتبط فيه ماشي، بسبب الانديوست فيت هذا اللي حصل، الريسبتر كله على بعضه شكله الكونفورميشن بثلاثه ابعاد اتغير على اسيتايل كولين، فاسيتايل كولين بطل يتعرف على ريسبتره، فالاسيتايل كولين بيسال عفوا انت مش ريسبتري، بعدين والله بدي اسالك سؤال، مين هذا اللي انت مخبيه بالجيب، هذا مين هذا يطلع مين ده، انا ريسبتر اللي انا متعود عليه، سوري ما فيهوش دمامل، سوري انا ريسبتري صاغ سليم ما فيهوش دمامل طالعه فيه، انا ما برتبطش بريسبتر مضروب، انت ريسبتر مضروب. يا الريسبتر شو بيقول له؟ بيقول له ما تخزي الشيطان يا اسيتايل كولين وتيجي ترتبط، مين هذا اللي مش حرتبط غير لتقول لي مين هذا اللي انت مخبيه وراك في الجيبه ومغير شكلك
انت مش ريسبتر اللي انا متعود عليه. طب والله العظيم انا ما برتبطش، انا ما برتبط بريسبتر مضروب، والله ما انا مرتبط. الاسيتايل كولين ما برتبط بريسبتره، برفض يرتبط بريسبتره. طب والنتيجة دكتورة؟ النتيجة خلينا نكتبها هون عشان تتخيل أكتر. لنفرض إنه عدد المولكيولز للريسبتر المضافة أو الموجودة بالول هي 100 ريسبتر، 100 مولكيول ريسبتر. لنفرض إنه موجود في الول 100 مولكيول ريسبتر، لنفرض كم مولكيول أسيتايل كولين بدي؟ كم مولكيول من الأسيتايل كولين بدي حتى يعطيني فل أجونيزم؟ كم مولكيول بدي؟ 100 مولكيول. حلو، إذا 100 مولكيول من أسيتايل كولين بيرتبطوا مع 100 مولكيول مع الريسبتر بيعطوني فل أجونيزم، ماشي؟ طيب لنفرض أني أنا أضفت حوالي هنا، لنفرض أني أنا أضفت حوالي 50 مولكيول اكس دبل برايم، لنفرض أني أضفت 50 مولكيول اكس دبل برايم، كم مولكيول رح يضلوا افيلابل؟ 50 مولكيول افيلابل ريسبتر، 50 مولكيول من الريسبتر افيلابل. ليش؟ لأنه 50 مولكيول، أول 50 انحجزوا، مين ضربهم؟ مين ضرب سوقهم؟ 50 مولكيول من إكس دبل برايم. قديش ضل من المية مش مضروبين ريسبتر؟ 50. إذن الأسيتايل كولين بيرتبط مع الـ50 التانيين اللي مش مضروبين لأنه بتعرف عليهم. طب دكتورة الـ50 التانيين هدولك مضروبين، هدولك محجوزين، حاجزهم أو ضارب سوقهم مين؟ إكس دبل برايم. لنفرض أنا أضفت 100 مولكيول ريسبتر، والـ100 مولكيول ريسبتر هدول أنا أضفت عليهم حوالي 70 مولكيول، 70 مولكيول إكس دبل برايم. لنفرض كم مولكيول من 100 ريسبتر رح ينضربوا؟ 70. وكم مولكيول رح يضلوا افيلابل؟ 30، مش مضروبين، صح؟ بيجي الاسيتايل كولين بيرتبط مع الـ30. لنفرض، خليني اكتب فوق، أنا هون تحت. لنفرض أنا أضفت 100 مولكيول أو حطيت 100 مولكيول ريسبتر، وأضفت على الريسبتر 80 مولكيول إكس دبل برايم، سوري 80 مش 8، خلينا نعدلها، 80 مولكيول من الريسبتر، سوري من اكس، متأسفة، من اكس دبل برايم. كم مولكيول رح ينضربوا من اكس؟ كم مولكيول من الريسبتر رح يضربهم ويوقف سوقهم اكس دبل برايم؟ حوالي 80. كم من المية رح يضلوا صاغ سليم؟ 20 مولكيول ريسبتر ار افيلابل. هدول العشرين مولكيول ريسبتر ار افيلابل هدول بيرتبط فيهم مين؟ الاسيتايل كولين. اذا بالتجربة الاولى يا جماعة، حطينا زي ما انتم شايفين بالكيرف، عندي هون 4 كيرفات. الكيرف الأول
زي ما انتم شايفين. هو الأسيتايل كولين فول أجونست لما بضيف صفر، لما ما بضيف ولا موليكيول من إكس دبل برايم، يعني الأسيتايل كولين لحاله. شو أعطاني الأسيتايل كولين؟ أعطاني فول أجونيزم، فهو فول أجونست لما بيكون لحاله بينضاف ما عندوش إكسات. ماشي؟ طيب نيجي هنا ننزل عمود، نسقة عمود من 50 على الكيرف، ومن الكيرف على الإكس أكسس قديش البوتنسي، قديش الآي سي 50؟ 10 نانو مولر. ماشي؟ طيب هاي الإكسبرمنت أو الكيرف الأولاني اللي هو الأسيتايل كولين لحاله من غير إكس دبل برايم، صفر، هاي مكتوبة هنا صفر، هذا دبل برايم، إكس دبل برايم. طيب التلات كيرفات هدول، كل كيرف من هدول إكسبرمنت خاصة فيه، كل كيرف من هدول اكسبيرمنت منفصله. الاكسبيرمنت الاولى لما بضيف حوالي 50 مولكيول من اكس دبل برايم، انظر ماذا حدث. نرجع مره ثانيه، عندي 100 ريسبتور، 100 مولكيول ريسبتور، اضفت 50 مولكيول اكس دبل برايم. ال 50 مولكيول هدول اكس دبل برايم حيرتبطوا مع كم مولكيول ريسبتور؟ 50. إذا 50 مولكيول من الريسبتر رح ينضربوا، رح يضرب سوقهم إكس دبل برايم لأنه رح يرتبط معاهم، وبالتالي أسيتايل كولين ما رح يرتبط معاهم. طب حيرتبط مع مين؟ حيرتبط مع ال 50 اللي ضلوا اللي من غير إكس دبل برايم. بضل كم ريسبتر، كم مولكيول ريسبتر أفيلابل ما ارتبطوش بإكس دبل برايم؟ 50. هدول اللي رح يرتبط معاهم أسيتايل كولين. طيب لما نرتبط معاهم الأسيتايل كولين شو الريسبونس اللي حيعطيني إياها؟ طب ما هو ما ارتبطش مع كل الريسبتر، هو ما ارتبط مع كل الموليكيولز، ارتبط بس مع 50% من الموليكيول. إذا إيش حصل للريسبونس؟ وأنا بضيف أسيتايل كولين، بضيف بلاقي ريسبونس، بضيف بلاقي ريسبونس، إلى أن تثبت الريسبونس عند 50%. ليش يا دكتورة؟ السبب إنه الأسيتايل كولين يا جماعة ما ارتبط بالمية بالمية، ما ارتبط بالميت ريسبتر، ارتبط بخمسين مولكيول من الريسبتر. طب الخمسين التانيين ما ارتبط معاهم، ما شافهم، ما تعرف عليهم، رفض يرتبط. انظر ماذا حدث إلى الريسبونس. الريسبونس لا تزال أجونيزم لأنها بالموجب، لكن هل وصلت لذروتها؟ لا. الريسبونس ماكسيمم ريسبونس أعطاني إياها 50%. تعالوا على التجربة الثانية، التجربة الثانية يا جماعة الإكسبيرمنت 2 هذا كيرفها. إيش أضفنا هون؟ أضفنا يا دكتورة حوالي ضعف كمية الإكس دبل برايم، ضعف الكمية. يعني قديش يعني أضفته؟ لنفرض إن إحنا يعني مش ما أضفناش 100، لنفرض إن إحنا أضفنا 70، يعني كمية مضاعفة. 70 مولكيول من إكس دبل برايم، السبعين مولكيول إكس دبل برايم حيرتبطوا مع كم مولكيول ريسبتر ويضربهم ووقفوا سوقهم؟ كم؟ 70. قديش كم مولكيول ريسبتر will be available لأسيتايل كولين؟ 30، لأنه 70 خلص انحجزوا مع مين؟ مع إكس دبل برايم. قديش ضل ريسبتر available لأسيتايل كولين؟ 30. الأسيتايل كولين رح يرتبط مع ال 30 الأفيلابل بتوعه، مش حيقرب على السبعين اللي مرتبط معهم الإكس دبل برايم. وهذا هو الكيرف اللي بيعبر عن هاي التجربة. بضيف أسيتايل كولين بلاقي ريسبونس، بضيف بلاقي ريسبونس، في ريسبونس، لكن ماكسيمم ريسبونس حتكون 30. ليش؟ لأنه الأسيتايل كولين ما ارتبط بالميت مولكيول، ارتبط بس ب30، رفض يرتبط بباقي السبعين. علشان هيك بشوف هنا الماكسيمم ريسبونس بوجود كمية مضاعفة من إكس دبل برايم، ماكسيمم ريسبونس للأسيتايل كولين اللي هو المسل كونتراكشن. إيش بدها تكون؟ بدها تكون حوالي دكتورة 30%. تعالوا على التجربة الثالثة، التجربة الثالثة يا جماعة أضيف تراكيز مضاعفة من
الاكس دبل برايم خلينا نقول 70، عفوا خلينا نقول 80 اكس، عندي 100 مولكيول ريسبتور، اضفت 80 مولكيول اكس دبل برايم، ال 80 مولكيول اكس دبل برايم هيرتبطوا مع كم مولكيول هنا؟ 80، يعني 80 مولكيول من ال 100 ريسبتور هينضربوا. قديش بضل افيلبل للاسيتايل كولين؟ 20، الاسيتايل كولين هيرتبط مع ال 20. شوفوا قديش هنا ماكسيمم، ماكسيمم هنا في الكيرف الثالث، ماكسيمم او ماكسيمال مسل كونتراكشن ريسبونس للاسيتايل كولين قديش دكتوره؟ 20% بس، لانه الاسيتايل كولين ما ارتبطش الا ب 20% من الريسبتور مولكيولز. طب 80% من الريسبتور مولكيولز انضربوا، ضربهم اكس دبل برايم. ما هو تاثير اكس دبل برايم نون كومبتيتيف؟ هذه غلط، المفروض هنا نحط نون، نون كومبتيتيف انتاغونيست. ما هو اكس دبل برايم؟ ايش هو تاثيره؟ تاثيره يا جماعه انه الريسبونس بتقل، لتتحول الريسبونس من فل اجونيزم الى بارشل اجونيزم مع بقاء البوتنسي ثابت، البايندينج بوتنسي تبقى ثابته. هيها انظر الى البوتنسي الثابته للاربع كيرفات للفور اكسبيرمنتس، كي دي ثابته او اي سي 50 ثابته على 10 قوه ناقص 8 مولر، يعني 10 نانو مولر. سو از X double prime increases, the biological response of acetylcholine decreases. بتقل من full agonism لpartial agonism. But the affinity, the binding affinity and potency of acetylcholine remains the same.